صباح الخير عليكم البنات، كي ديري؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ عمر هانية. نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال انتم كتشاهدوا هذا الفيديو. يلا فقت كما شفتوا البارح، عييت تكيت وبيبي ما كيخليكش كاع تنعسي بالليل، كتبقاي الليل كامل وانتيا معاه، نعسي دقيقة وتفيقي دقيقة، نعسي دقيقة وتفيقي دقيقة. الحمد لله كما شفتوا راني فقنا اليوم، باقي ما جات غير الممرضة غسلت البيبي، غسلت لي، كيجيو يغسلوا لي مع الصباح، كلشي كيعطوه لينا. المهم دابا فقط باش غادي نجمع هاد الصالون، هاد البيت، هاد سميتو السرير، نجمع البيت ديالي، رتبو شي شويه. الحمد لله صحيحه، ماشي بحال ياسين، ولاد ياسين كانت واحد الحاله يرثى لها. الحمد لله ولاد بعدو ولادنا وولادي كفرق. غادي نجمع هاد الحوايج، البينوار سخون، هما طالقين الشوفاج بزاف هنايا في الصاله. ما جا عندي حتى شي حد، عبد الرزاق البارح ما جاش عندي، كان مع ياسين في الدار، حيتاش ما خلوش يدخل ياسين، ما خلوش يدخل هو وعبد الرزاق، ما خلوهمش الدار. الدار كما تعرفوا جيهان خدامه ونسى خدامه داكشي. اليوم حدا باش غادي يجي، باش غادي يقاد شي وراق. وهنا راكم البنات، رضا هذا القناه ما تسبدهاش. الرضاعه باقا ما كايناش بزاف، واخا كنحاول، ولكن بقى بيبي دار الرجوع بزاف بزاف. دابا عطاوه فليشكل، وهذه زوينه، واحد الدهنه كدهن باش ما كيجرحوش لك الجزل. عندي لها تاهي هنايا، هي خدها انا، ربنا بيبي هو ياكل. لحظتكم يجيكم وسهل عليكم يا ربي. اليوم جانا نعس، يلاه باش دوشات لي هادو ولادو. راه كيعطي، حنا ما كنجيبو حتى شي حاجه من الدار، عندنا كلشي هما هي كيتكلفو بيه كلشي. هاد الصاك كنوريه لكم، كتجي هنا، كتجي هنا كتلقاي هاد الصاك حاطينو لك السميه ديالك، فيه الشابان، فيه ها هي الزيت ديال الدوش، فيه الكريمه ديال البيبي، فيه هذه هي كيصرحوا بها النيوف، فيه هذه اللي كتمسح، فيه بومبيرس، كاينين الفوطات، كيجيبو فوطات بزاف، فيه هاد الكريمة تا هي، هادي معرفتش دايرهاش، هادي معرفتش دايرهاش تنسوها. هادي هي ديال البيبي، ديال الطياب، وفيه هاد بومبيرس باش كتمسح، وفيه فيتامين دي اللي كيتبقاي تشربي، قالت لي شربيه البيبي 5 نقطات مدة 6 سنين ضروري. وفيه هذا هو الشابان،
وهذا الشبان ها هو قال لك جيل لافو، وهذا شنو هو؟ هيدراتون بيبي، هذا مرطيب، هذا الزيت، هذا الشبان، هادشي كله كتلقاي هنايا في هاد الصاك كيحطوه لك ديال خاص بالبيبي. يلا غسلت ليه دابا، ها نتوما غسلت ليه هنايا في هاد البلاصه ديال كيغسلوا البيبيات. هنايا كتعبروا العبارة ميزان، شتو هادو كيبقاو خاوين ديري فيهم تيا شي حاجة. انا رجعت حوايجي هاهما فيناهم الصاك باليزا، هذا تا هو جيت لقيتو حاطينو ليا هنايا، ها هي ودير لك هادي ديال بروفيسيات يعني مبروك عليك، وهادي تا هي الله ما عرفت شنو فيها، وهادي هادو كادوات ديال البيبي. هذا الصاك ديالي خلاص ديال الدوايات، قالوا لي صافي حبسي الدوايات ما قعدتش تشربي حتى شي حاجه حتى نتبعو معاك. الفطور راه باقي ما جاش، باقي ما دوزوش الفطور حتى كيدوز واحد المره تاني مسكينه هنايا والد حدايا بيبي ديالها مسكينه كت كيبكي تو باقي الله يلا غسلوا لي. سمعتها قالت لهذيك اللي غسلت لي، قالت لي ها جيبي ليه الماء بغيت نشربوا الماء، ما عارفاش هادي اول ولده عندها، حيت الماء ممنوع على البيبي ممنوع حتى يولي ياكل، حتى يقولوها ليها تبعو معها صحاب دوك ديال القزيه تبعو معها كلشي حتى يقولوا ليها عطيه الماء، عاد تعطيه الماء هي كتسحب راسها تعطيه الماء. دابا ممنوع دابا الماء، الماء اصلا كياخذوا في الحليب في الرضاعه اولا في البزوله ممنوع. وكما قلت لكم اخوتي صافي هذا هو كبر الفطور باقي ما جاش، يمكن هذا يدخلوه دابا. وهانا معاكم الله يحفظكم الله ييسر امركم. واحد المره تاني مسكينه هنايا والده حدايا بيبي ديالها مسكينه كت كيبكي تو باقي الله يلا غسلوا لي. سمعتها قالت لهذيك اللي غسلت لي، قالت لي ها جيبي ليه الماء بغيت نشربوا الماء، ما عارفاش هادي اول ولده عندها، حيت الماء راه ممنوع على البيبي ممنوع حتى يولي ياكل، حتى يقولوها ليها تبعو معها صحاب دوك ديال القزيه تبعو معها كلشي حتى يقولوا ليها عطيه الماء، عاد تعطيه الماء هي كتسحب راسها تعطيه الماء. دابا ممنوع دابا الماء، الماء اصلا كياخذوا في الحليب في الرضاعه اولا في البزوله ممنوع. وكما قلت لكم اخوتي صافي هذا هو كبر الفطور باقي ما جاش، يمكن هذا يدخلوه دابا. وهانا معاكم الله يحفظكم الله ييسر امركم.